السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سنة تالتة؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ في الفيديوهات ديت. اول فيديو عندنا في منهج الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي رياضيات جبر، تمام. عندنا في الاول طالب مني في الوحدة الاولى في الجبر حل المعادلات وحل معادلتين جبريات في متغيرين. انا كنت لما باخد معادله واحده في متغير واحد سين لو هي من الدرجه الاولى، ولو من الدرجه الثانيه يبقى سين تربيع. هنا عندي متغيرين. يعني ايه متغيرين؟ لو بصيت للمعادله دي، 2 سين ناقص ص، 2 سين ناقص ايه؟ ناقص ص اهي، عشان ايه نبينها. 2 سين ناقص ص بتساوي 5، وسين زائد 3 ص زائد 1 بتساوي 0. فين المتغيرين؟ قال لي ادي س وادي ص، ده متغير وده متغير. طب احل المعادلتين دول ازاي؟ انا لما كان بيبقى عندي معادله واحده كانت سهله، بحاول اخلي الرموز في طرف، والرموز دي لازم تكون زي بعض، س س ص ص، لكن انا عندي هنا س وص في معادله وس وص في معادله ثانيه. هبدا اعمل ايه؟ قال لي انت عندك طريقتين للجبر، انا بعد ما احل هقول لك احنا عملنا بيه وانت هتقول معايا. هنيجي نبص للمثال اللي قدامنا. هنا الصاد ما قدامهاش عامل عددي، وهنا السين ما عندهاش عامل عددي. ففي الحالة دي انا من معادلة منهم هجيب يا اما صاد في طرف والباقي كله في طرف، يا اما سين في طرف والباقي كله في الطرف التاني. طب مين الاسهل لي؟ قال لي انا هنا لو من المعادلة الاولى دي قلت 2 سين، تمام كده؟ جبت لها الخمسة ناقص 5 وخليت الصاد، راحت هنا عكست الإشارة دي بقت صاد، والخمسة دي جت هنا بقت بناقص 5. كده أنا جبت قيمة لمين؟ قال لي أنت كده جبت قيمة لصاد، يعني صاد هتساوي 2 س ناقص 5. آه تمام، ده من المعادلة الإيه؟ الأولى. من المعادلة الأولى خدها بقى وروح عوض في المعادلة التانية. تعالى نعوض في المعادلة التانية. س ماليش دعوه بيها، هتنزل زي ما هي اهي. يبقى انا هقول هنا بالتعويض في المعادله الثانيه، في المعادله الايه؟ الثانيه اللي هي دي، ما دي الاولى ودي الثانيه. تعالى نعوض، س نزل زي ما هي ملهاش قيمه عندي، ها زائد 3 وافتح قوس، هحط مين؟ قال لي حط ص، ما انت قلت لي ص هتساوي 2 س ناقص 5، ادي 2 س ناقص 5، وقفلت القوس بتاعي. كل ده زائد 1 بيساوي 0. تمام كده؟ يلا نظبط شكل المعادلة دي شوية. س زائد 3 في 2 ب 6 س. 3 في 2 س ب 6 ايه؟ س. طب 3 في سالب 5 قال لي هتبقى بسالب 15. زائد 1 هتساوي 0. هنجمع السينات مع بعض، س و 6 س ادتني 7 س ناقص. ليه؟ لان انا سالب وموجب هطرح واحط اشارتي الكبير اللي هي 15. 15 زائد 1 هتديني 14 بتساوي 0. هودي ال 14 الناحيه الثانيه، يبقى هنا س هتساوي، هقسم هنا على 7 وهنا على 7، يبقى فيها الايه؟ فيها الاثنين. يبقى س بكام؟ باتنين. تمام كده؟ ارجع بقى روح لدي تاني اهي، هروح لدي. ص بتساوي 2 س ناقص 5، عوض لي بقى س بتساوي 2، يبقى ص هتساوي 2 في 2 ناقص 5، يبقى ص هتساوي 2 في 2 ب 4 ناقص 5 هتديني سالب 1. كده انا جبت قيمة س وقيمة ص. قال لي هي دي مجموعة الحل. هي دي ايه؟ مجموعة الحل. يبقى انا عندي ميم ح مجموعة الحل، افتح قوس مجموعة وزوج مرتب عندي، لان هو هنا قايل لي ح فح. يبقى عندي السين بايه؟ باتنين، والصاد بسالب 1. يبقى انا هنا مجموعة الحل بتاعتي 2 وسالب 1. يعني ايه 2 وسالب 1؟ وايه مجموعة الحل اللي انت جبتيها دي؟ النقطة اللي انا جبتها دي قال لي هتحقق المعادلة دي وهتحقق المعادلة دي. يعني لما اخد الاتنين وسالب 1 اعوض بيها هنا في الدي هتديني سالب 5. تعال نجرب. يلا نجرب مع بعض كده.
اهو. لو جيت قلت 2 س ناقص ص بتساوي 5، خد النقطة 2 وسالب 1 وعوض بيها. هنا 2 في 2 2 في 2 ب 4 ناقص في ناقص 1 هتساوي، تعالى كده 2 في 2 بايه؟ 2 في 2 ب 4 وهي اصلا ايه؟ ناقص ص ناقص في ناقص بموجب هتديني كام؟ 5. يبقى انا عندي هنا الطرفين فعلا متساويين. ما دي هتساوي 5 اهي، ودي هتساوي 5. طب تعالى نعوض في المعادله الثانيه اللي هي س زائد 3 ص زائد 1 بتساوي 0، برضك بنفس النقطه. هحط س ب 2 زائد 3 في سالب 1 زائد 1، المفروض كل ده يديني 0. 2 زائد 3 في سالب 1 هتبقى في سالب 3 زائد 1، فعلا كل ده يديني 0، لان 1 و2 3 ناقص 3 هيديني 0. يبقى النقطه فعلا حققت لي المعادله الاولى والمعادله الثانيه، هو ده مجموعه الحل. طب الطريقه دي اسمها ايه؟ قال لي الطريقه دي اسمها طريقه التعويض. دي طريقه الايه؟ التعويض. تمام كده؟ يبقى انا معايا طريقه التعويض، بجيب قيمه لص او لس. اللي عايز يجيب قيمه لس من معادله، يعني انا ممكن من المعادله هنا اقول ايه؟ س هتساوي سالب 3 ص ناقص 1، واخد دي اعوض بقى في المعادله دي، هي هي. تمام كده؟ ناخد مثال كمان.